السلام عليكم. شورت فاولز، اصوات العلة القصيره. اخوان، اول شغله عددها 7 اصوات. ايش قد عددهن؟ الاصوات العله القصيره عددهن 7 اصوات. زين، اول صوت هذا تفهم علي شلون احفظ الصوت، شلون اضبط الصوت. لازم احفظ علي امثله، كثر الامثله تخليني افهم الصوت. يعني هذا الصوت شنو؟ ما اعرف. خلي اقرا الكلمه. ساد، sad. cat، cat. that، that. إذن أنا استنتج شغلة، أنه دائما هذا الصوت هو الصوت أي أو الحرف أي بالكلمة sad. إذن sad، 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 cat. شوف هذا الحرف إحنا لفظناه ك، بالرسم الصوتي كتبناه ك. يعني أنا شلفظ بالصوت أكتر، بالرسم الصوتي اكتب. تمام؟ تمام؟ اعيد. الصوت اللي الفظه اكتبه. مفهومه ان شاء الله؟ هذا بالنسبه للشورت فاول اللي هي اصوات العله القصيره. اوكي، هذه اول مجموعه. زين. هسه هذا الصوت قلنا شلون احفظه؟ بالتكرار. شلون؟ بالتكرار. اقول ساد الفظها اكتب، اكتب الصوت. بالمناسبه، بالمناسبه الكلمة أو الصوت اللي ما بي ذن الاثنين هذا مو صوت. هسه أنا طبعا هنا ناسي هذن شارحتين، ذن إذا ما تخليهن ذن يعتبر هذا مو صوت، فلازم تكتب ذن الاثنين. إذا ما تسوي، إذا ما تكتبهن بالرسم الصوتي الأستاذ ينقصك خطأ، هذا مو رسم صوتي. زين، عندي cat، that. إذا أنا عرفت أن الصوت من كلمة sad، لأن أنا حفظت sad على الكلمة على الصوت. تمام؟ زين، هذا أول صوت. شلون أقرأ؟ أكتب، اكتب الصبح الظهر، يظل يعيد ب 10 مرات 20 مره 30 مره. بالبدايه تواجه صعوبه، بعدين راح تكون عليك سهله بالله العظيم. بس اهتم بي، اهتم بالموضوع وركز شويه واقرا، وصدقني راح تقدر. ثاني صوت عندنا هذا الصوت ما اعرف اقرا، اروح على الكلمه مالته. تان، تان، داد، مان، 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 رجل. هذه مان، هذا الصوت. شوف، مان، 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 رجال. واضح؟ يعني هسه هذه الكلمه لو اي كان صارت بهذا الصوت، لو صوت اي. ليش؟ لان صوت الاي بالوسط دائما يصير هيك برسم صوتي مالته. تمام، هذا ثاني صوت. ثالث صوت اب، اب، كات، سن. شوف يعني لازم تحفظ امثله اخوان. انت الصوت ما تقدر ساعة الساعة تقدر تقوم تميز بين هذا الصوت وذاك الصوت. بالبداية صعبة عليك، كلش صعبة، مو بس صعبة بالبداية، بس بعدين لا راح تصير عليك سهلة. فأنت بالبداية احفظ أمثلة، يعني احفظ هذا الصوت، هذه الأمثلة مالته. عندنا هذا الصوت آخر، بيل، هيت، ست. شوفي، شوف ذاك سات، هذاك أبو الإي سات، هذا ست، سيت داون. زين، هذا الصوت عندي، هذا الصوت شنو؟ ما اعرفه. شلون اميزه؟ اميزه من خلال الامثله. فلذلك انصحكم تحفظون الامثله اول خطوه. بعد الامثله راح اروح نسمع الاصوات من يعني من قنوات اجنبيه. ايضا راح انزلكم الرابط، والروابط كلها موجوده بهذه الملزمه. يعني اللي يحب يقدر يشتري هذه الملزمه ان شاء الله، ومناسبه وبيها ايضا بيها اشوف هذا البرنامج. وشوف يعني هذا البرنامج هو ينطق الاصوات كليتين. يعني شوف هسه هذه مثلا، هذا الصوت، هذا تترك على هاي بلاي راح يشتغل الصوت. اسم البرنامج سبيك انجلش برو. زين، شوف هذا الصوت قلنا الخامسا، تاب، كات، بوكسز، او سوري بوكس مو بوكسز، بوكس، بوكس. زين، عندنا صوت الشواء سادسا، صوت الشواء. هذا دائما بالاخير لتا، 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 فروم، فروم، فيجا. شوف هذا اللون الاحمر شواء، فيجا، فيجا. زين، وعندنا هذا الصوت اخر صوت، انتبهوا علي يا اخوان. انا هسه اقدر انطق لك اياهم كلهم، بس راح تخربط بيهم، فاني ما اريد ادوخك. الخطوه الاولى مجرد احفظ لكل صوت 3 امثله وانطقهم صح،
وبعدين وراها راح نسمع الأصوات ونراجعهن مرة ثالثة راح نفهم الأصوات كلهن. بوك بوك كوك بوت بوت. تمام؟ إذن هذا الصوت هيتش نكتب دائما أو أو. هذه أول مجموعة اسمهن short vowel، جدا جدا مهمة، عددهن 7.